بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام مع هذه الإطالة المتجددة من برنامجكم اليومي عناوين، والذي نطوف من خلاله عبر أبرز ما كتبته الصحف المحلية والعربية لنغطي آخر الأخبار والمستجدات ونتابع أهم اللقاءات والحوارات والمقالات. واليوم أيضا لنا وقفة مع استعدادات أنديتنا للمشاركة الخليجية فضلا عن آخر تطورات اجتماعات الكرة، والبداية كما اعتدنا مشاهدينا الكرام مع أبرز العناوين. في الجولف طموحنا أن نكون الأفضل، والسويق جاهز لإكرام ضيفه التعاون، السيب يبحث في الدوحة عن نقاط العربي، وشبيبة أولا في التغطية الإعلامية لخليجي 22. ونبقى اليوم مشاهدينا الكرام مع حديث الساعة والمتعلق بالاجتماعات الماراثونية بين أعضاء الجمعية العمومية من جهة واتحاد كرة القدم من جهة أخرى. فاصل ونبدأ المشوار. نبدأ جولتنا مشاهدينا الكرام من صحيفة عمان التي نقلت تصريحات صاحب السمو السيد تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد الذي أخذ على عاتقه تطوير لعبة الجولف لما لها من أهمية على الصعيدين الرياضي والسياحي، فخرجت بعنوانه على لسانه يقول: نطمح أن يكون نادي غالة للجولف الأفضل في المنطقة، ونخطط لاستقطاب المهتمين بهذه الرياضة في مجتمعنا. حيث أكد سموه أن المبنى الجديد لنادي غالة للجولف وتدشين هويته الجديدة لم يكن يتحقق لولا دعم مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه. وأكد سموه: نطمح للوصول بالنادي إلى أن يكون من أفضل أندية الجولف في المنطقة، ونحن سعداء بما وصل إليه النادي حتى الآن والسمعة الطيبة التي اكتسبها والتي لاقت استحسان الأعضاء. وأضاف سموه: نسعى لزيادة استقطاب المهتمين برياضة الجولف في مجتمعنا إلى هذا النادي، وطموحنا أن يصبح النادي هو الأفضل في المنطقة. إذن ينضم لنا الآن مشاهدينا الكرام الأستاذ أحمد الجهضمي نائب رئيس اللجنة الإعلامية للجولف. مساء الخير أستاذ أحمد. مساء النور والسرور طال عمرك. أهلا وسهلا بك. يا ريت لو تطلعنا عن الافتتاح الجديد لمبنى غلا للجولف، هذا الصرح الرياضي الجميل، وأيضا الإضافة المنتظرة من هذا الصرح في الفترة القادمة لهذه الرياضة الجميلة. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا تشرفت وكنت سعيد أن أكون من ضمن المدعوين لحضور تدشين الهوية الجديدة لنادي غلا للجولف والافتتاح المرحلة الأولى من منشآت نادي غلا للجولف. حقيقة صاحب السمو السيد تيمور بن أسعد آل سعيد رئيس نادي غلا للجولف من خلال التصريح الذي قرأته قبل قليل ومن خلال ما شاهدناه من خلال حفل الافتتاح يؤكد أنه يسعى إلى أن يجعل فعلا من نادي غلا للجولف ومن رياضة الجولف في السلطنة من الرياضات الأولى على مستوى السلطنة والمنطقة. النادي في منشآته الجديدة حقيقة يحمل العديد من المكاتب الإدارية والفنية والمطاعم ويطل على الملعب من خلال شرفة النادي. النادي يعتبر الآن هو فعلا من الأندية العريقة في منطقة الخليج ليس في السلطنة، وهو من أعرق الأندية في عمان حسب ما تعرفوا. أنه أول نادي للجولف كان نادي غلا، والمرحوم السيد قيس بن طارق السعيد رحمة الله عليه كان من مؤسسين هذه الرياضة في السلطنة. وجميل من إدارة نادي غلا على هامش افتتاح المنشآت الجديدة لنادي غلا أن تقام بطولة تنشيطية باسم السيد قيس بن طارق رحمة الله عليه. عموما من شاهد هذا الحفل تدشين الهوية الجديدة وافتتاح المنشآت الجديدة من أصحاب السمو والمعالي والسعادة ومحبي هذه الرياضة أجمعوا جميعا أن نادي غلا يواصل تألقه كأفضل نادي لرياضة الجولف في السلطنة وفي الشرق الأوسط، ونحن في اللجنة العمانية للجولف سعداء بأن هذا النادي أكثر من ناشئ وأكثر من لاعب جولف في المنتخب الوطني من أصحاب الإنجازات تخرجوا من هذا النادي، وما زال هذا النادي يؤدي رسالات المجتمع العماني. فعلى سبيل المثال هناك غزان الرمحي وعلي حميد ويوسف البلوشي في المنتخب الأول، هم من نجوم نادي غلا ومن مخرجات نادي غلا، وأيضا مجموعة الناشئين لدينا حمود بن سالم الحارثي، رشاد بن سالم الحارثي، فهد الكيتاني وفهد علي المحروخي وأحمد البلوشي، وكلهم من مدرسة نادي غلا. حقيقة نادي غلا للجولف إضافة جديدة للسياحة الرياضية في السلطنة، إضافة جديدة لرياضة الجولف
ويبقى على البقية أن يأخذوا العبر والعظة والدروس من نادي غلا للجولف. جميل جدا. طيب أستاذ أحمد، ماذا عن الفترة القادمة؟ ما هي نظرتكم القادمة، الاستراتيجية القادمة بعد وجود هذا الصرح الرياضي الرائع للغاية؟ ما هي يعني نظرتكم وخططكم القادمة؟ نعم، أنا أتكلم كاللجنة العمانية للجولف. طبعا نحن كاللجنة العمانية للجولف سوف نستمر في التعاون مع نادي غلا للجولف، لأنه فتح أبواب للجنة العمانية للجولف وقدم تسهيلات جبارة. نادي غلا استضاف بطولة الخليج تحت 15 سنة وتوج منتخبنا الوطني بطلا لهذه البطولة العام الماضي. نادي غلا للجولف يواصل تدريب الناشئين العمانيين في النادي وعلى أعلى المستويات. حقيقة كلجنة عمانية للجولف نحن نتشرف بالتعاون مع نادي غلا للجولف، ونؤمن بأنه مقبل على مرحلة جديدة حسب ما نرى ونسمع وسمعنا من تصريح سمو السيد تيمور بن أسعد آل سعيد رئيس النادي، بأن النادي مقبل على مراحل أخرى من تطوير أرضية الملعب ومن تطوير أيضا مرافق النادي. فحقيقة رياضة الجولف مع صاحب السمو السيد تيمور بن أسعد مقبل على مرحلة أكثر ازدهارا وأكثر نموا. جميل. وأيضا يجب أن نتطرق إلى تشريف صاحب السمو السيد هيثم بن طارق لحفل الافتتاح. وجوده كانت إضافة قوية للعبة وللرياضة بصفة عامة. جميل، شكرا جزيلا لك الأستاذ أحمد الجهضمي. تابعت صحيفة الوطن آخر استعدادات بطلنا أحمد الحارثي لتحدي كأس بورش، فعنوانها تقول: الحارثي يتطلع إلى المحافظة على أدائه مع استعداداته لخوض منافسات الجولة الرابعة، حيث يأمل البطل أحمد الحارثي في المحافظة على ما قدمه في الجولة الثالثة من أداء مثير للإعجاب، وهو يستعد لخوض جولة جديدة ومشوقة تحت الأضواء الكاشفة لحلبة لوسيل الدولية ضمن الجولة الرابعة لتحدي كأس بورش جي تي 3 الشرق الأوسط. وقد أثبت الحارثي جدارته بالاختيار من قبل فريق النابودا ريسينج للمشاركة ضمن نخبة السائقين المحترفين في المنطقة، حيث تمكن من منافسة مجموعة الصدارة في سباقات السلسلة لهذا الموسم، وحل سابعا في السباق الثاني من الجولة الثالثة ليواصل أداءه المتميز ويمنح فريقه نقاطا ثمينة في الترتيب العام للفرق مع دخول الموسم السادس في مراحله الحاسمة. حظي تألق النجم الصغير عبد الله البرواني في البطولة الخليجية اهتمام صحيفة عمان التي خرجت بعنوان يقول: البرواني يحصل على برونزية بطولة الخليج للشباب والناشئين للتنس، حيث حصل لاعب منتخبنا الوطني عبد الله البرواني على الميدالية البرونزية في فئة تحت 18 عاما في بطولة كأس الخليج للشباب والناشئين التي انطلقت خلال الفترة من 24 ولغاية 30 من يناير الماضي بدولة الكويت. وجاء هذا الإنجاز للاعبنا المصنف سادسا في الدور الرئيسي بعد فوزه على اللاعب الكويتي حسين علي جمال بنتيجة 6-1 و7-5، تلاه الفوز على اللاعب الإماراتي فهد جناحي ب 6-1 و6-1، قبل أن يخسر في الدور النصف النهائي أمام اللاعب السعودي عمر أحمد ب 1-6 و0-6. تناولت صحيفة الوطن في صفحتها الداخلية استمرار إنجازات فريق الوهيبي للسيارات، وخرجت بعنوان يقول: فريق الوهيبي للسيارات يحتكر المراكز الأولى في بطولة دبي المفتوحة للكارتينج، حيث احتكر متسابقو فريق الوهيبي للسيارات المراكز الأولى من منافسات بطولة دبي المفتوحة للكارتينج، بعدما توج المتسابق محمد بن أحمد الحبسي بالمركز الأول في فئة مايكرو ماكس، بينما جاء أخيه شهاب الحبسي والذي شارك في فئة ميني ماكس في المركز الثاني، كما تعرض المتسابق الآخر خالد الوهيبي إلى حادث أبعده عن مراكز التتويج. تابعت صحيفة الزمن آخر أخبار منتخبنا الأولمبي لكرة القدم واستعداداته لتصفيات البطولة الآسيوية لتخرج بعنوان يقول: الأولمبي يطالب لجنة المسابقات بمساعدته في الإعداد للتصفيات الآسيوية، حيث يبحث القائمون على المنتخب الأولمبي هذه الأيام مع لجنة المسابقات بالاتحاد ورابطة دوري عمان تل المحترفين من أجل تعديل جدول مباريات الدور الثاني للدوري، من أجل إفساح المجال للمنتخب الأولمبي لخوض مباريات ودية إعدادية قبل انطلاقة التصفيات الآسيوية في شهر مارس القادم.
وخاطبت اتحادات سوريا والسعودية والكويت المنتخب الوطني لخوض لقاء ودي، فيما أرسلت الإمارات طلبا للأحمر من أجل المشاركة في بطولة ودية ستقام على أرضها. وينتظر القائمون الحل المناسب من لجنة المسابقات والرابطة من أجل الرد على كل هذه الاتصالات. وتجدر الإشارة إلى أن التصفيات المذكورة هي أيضا مؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية المنتظرة في ريو دي جانيرو. بعد أن شهد مشاركة كبيرة في نسخته الماضية، عاد سباق تحدي العامرات من جديد لتخرج صحيفة عمان بعنوان يقول انطلاق سباق تحدي العامرات في 14 فبراير، حيث كشفت اللجنة المنظمة لسباق تحدي العامرات في نسخته الثانية تفاصيل السباق وعدد المشاركين المستهدفين وأهم الأهداف والمشاركين في السباق الذي حدد في 14 فبراير الجاري موعدا لإقامته، حيث أكد المؤتمر الصحفي مشاركة عدد من عدائي العالم في هذا السباق، حيث قدمت اللجنة الدعوة لمشاركة 16 عداء وعداء من مختلف دول العالم في هذا السباق. وجاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر أمس بمقر اللجنة الأولمبية بحضور عدد من رؤساء الجمعيات الأهلية والصحفيين. متعة منقطعة النظير تلك التي يخوضها المتنافسين في سباق اختراق جبال الحجر على متن دراجاتهم التي تجوب المناظر الجميلة في السلطنة يوما بعد يوم. هكذا سلطت صحيفة الوطن الضوء على مرحلة سباق تنوف لتخرج بعنوان المتسابقون يستمتعون بمرحلة تنوف من سباقات اختراق جبال الحجر للدراجات الهوائية الجبلية. ففي إطار منافسات سباق اختراق جبال الحجر للدراجات الهوائية الجبلية الذي يمر مساره ضمن أجزاء من ولاية الحمراء وبهلة وعبري والرستاق، ختم 75 مشاركا من 18 دولة حول العالم المرحلة الثالثة من السباق والتي أطلق عليها اسم تنوف، حيث كانت اختبارا حقيقيا. انطلق المتسابقون في تمام الساعة 8:30 صباحا من وادي تنوف، وكان في انتظارهم أقوى اختبار للتحمل في مواجهة أطول المرتفعات وأصعبها على مستوى السباق بأكمله بارتفاع يصل إلى 750 مترا. نصل الآن مشاهدينا الكرام إلى فقرة المقالات. الأستاذ ناصر درويش تطرق إلى مشاركة السيب والسويق في البطولة الخليجية في مقاله على صفحات الملحق الرياضي لصحيفة عمان، وأشار درويش إلى ضرورة عدم ظلم الفريقين اللذين لا يمرا بأفضل حالاتهما، كما طالب بضرورة إعادة النظر بآلية اختيار الفرق التي تمثل السلطنة خارجيا. يبدأ نادي السيب والسويق اليوم مهمتهم الرسمية في كأس أندية مجلس التعاون الخليجي لكرة القدم في نسخته 30، وهي مهمة ليست سهلة ومحفوظة بالمخاطر في ظل وضعية الناديين ومركزهما في ترتيب الدوري. ويجد الناديان أنفسهما في هذا الموقف الصعب، ولهذا لابد من تكاتف الجميع من أجل أن تكون المشاركة مشرفة في هذه البطولة، خاصة بعد النتائج الإيجابية التي حققها صحم والنهضة في النسخة الأخيرة من المسابقة، وهو ما يضاعف من مسؤولية الناديين من أجل تحقيق تطلعات وطموحات الجماهير الوفية، خاصة وأنهما يملكان أكبر قاعدة جماهيرية، والدور سيكون عليهما من أجل مساندة اللاعبين والوقوف معهم في هذه الفترة بالتحديد، خاصة وأن الفريقين يخوضان تحديا صعبا في بطولة التعاون ومنافسات الدوري التي تستأنف غدا. من الصعب أن نظلم السيب والسويق في مشاركتهما الخليجية، ونحن نعرف إمكانياتهما وقدراتهما، ولكن نطالبهما بتقديم مستويات فنية جيدة في البطولة والظهور بالمظهر المشرف، وأن لا تكون هناك فوارق في المستويات والنتائج، مع إدراكنا أن الأندية التي سيلعب معها الفريقان ليست بالفرق السهلة في ظل تطبيق الاحتراف في دولها، ولكن هذا لا يعني بأن أنديتنا غير قادرة، وما حققته أندية السلطنة في البطولة الخليجية من نتائج غير مسيرة في هذه البطولة يؤكد بأن الفوارق الفنية بسيطة. مشاركة أنديتنا الخارجية لابد أن يتم تقييمها بشكل واضح وصريح، وهذا الأمر طالبنا به مرارا وتكرارا، وأن تجد الأندية التي تمثلنا في البطولات الآسيوية والعربية والخليجية
نفس الاهتمام والرعاية التي تحصل عليها منتخباتنا الوطنية، وكلاهما يمثل السلطنة في المقام الأول. كما أن دراسة اختيار الأندية التي تمثلنا خارجيا لابد أن تكون مبنية على وقائع ومتابعات وخطط وبرامج منذ إقرار مشاركتها في أي بطولة، ودائما ما يكون اسم الأندية التي تمثلنا خارجيا معروفا مع نهاية المسابقات المحلية. وهذا يعني بأن هناك عاما كاملا يمكن التركيز فيه من أجل إعداد الأندية بشكل مثالي وتكون المشاركة أكثر إيجابية. لا نريد أن نتحدث بعد النتائج السلبية، وعلينا أن نقيم واقعنا مسبقا، ونحن نعلم هذا الواقع وعلينا أن نقوله ونجد الحل الأنسب له. جمال القاسمي تطرق في عموده اليومي على صفحات الأيام البحرينية إلى اللعب أو إلى العبء الكبير الذي يخلفه مستوى الرفاهية لدى اللاعبين. نتابع. استمرارا لمسلسل الحكايات التي يمكن استخلاصها من العبء الأكبر الذي يمكن أن تخلفه المستويات العالية من الرفاهية، خاصة على مستوى الرياضيين ولاعبي كرة القدم تحديدا، تحتاج أيضا إلى الاقتناع الدقيق بمسبباتها حتى ما قبل الاقتناع والإيمان بالمفاهيم العامة لها. وبعد الضرورة والتركيز على أهمية وجود الحافز النفسي الأكبر الذي يمكن من خلاله للرياضي أن يحقق التميز ويذهب للبحث عن الأهداف الأخرى، إن حقيقة التأثير السلبي للمستوى العالي من الرفاهية على الرياضيين لا يمكن قبله تجنب الحديث عن درجات كبيرة من الخمول الفكرية، وبالتالي اعتياد العقل والبدن على درجات متقدمة من عدم الاكتراث بأي جدوى يمكن أن تحدث في المستقبل، طالما أن التركيز يظل محاطا بما يكون متوفرا لضمان حالة مستمرة من الاحتياجات والضرورات. وفي أكثر الاتجاهات التي يمكن أن تعنى بالجوانب المعيشية، غالبية نجوم العالم ومن صنعوا شهرتهم من خلال المستطيلات الخضراء مروا بفترات عصيبة في حياتهم، ومن خلال تلك اللحظات تمكنوا من صناعة شخصياتهم وقيموا الحياة ومسارها من واقع ما تألموا بسببه وتأثروا بما يمكن أن يذهبون إليه من مصير واتجاه إن لم تبدأ عقولهم في التأقلم مع الواقع واستخلاص المواقف والعبر للمرور من خلالها إلى بوابات ومخارج يمكن أن تضمن لهم حياة أكثر سعادة. ولا نبالغ إذا قلنا وأكدنا أن لكل إنسان مجموعة من نقاط القوة مثل ما هي نقاط ضعفه، لكن الناجح فقط من يتمكن في استشعار قوته ويذهب للبناء عليها وبعد الأخذ في الاعتبار إحداث التوافق معها حتى تتساير مع بقية الاتجاهات. وللحديث عن النجم الشهير وأسطورة تسجيل الأهداف الأرجنتينية باتيستوتا الذي يتواجد حاليا في أبوظبي بدعوة من مجلس أبوظبي الرياضي، حكاية لا تختلف عن نفس الحكايات، ذلك إذا ما تحدثنا عن قيمة تمكن الأرجنتيني من استخلاصها من قواه الحقيقية وذهب للبناء عليها في العديد من الاتجاهات. فاللاعب الأسطورة في تسجيل الأهداف الذي قال أنه اضطر في أيام طفولته للمبيت أسفل مدرجات نادي نيو أولد بويز والذي يبعد ما يقرب من 500 كيلومتر عن منزله، أدرك وفي سن مبكرة القيمة الحقيقية لموهبته، وبالتالي سارع للتركيز والبناء عليها، وفي الوقت الذي كان مطالبا بالعمل إلى جانب التدريب بالنادي وأيضا الإنفاق على عائلته المتواضعة ماليا، لم يحقق باتيستوتا شهرته ونجوميته بسبب أنه حرص على تحقيق الشهرة والنجومية كهدف أسمى في حياته بقدر ما هي القيمة الكبيرة التي لمسها بتعلقه بكرة القدم وعشقه اللامحدود لها، وهو ما يعني أن الظروف المعيشية ليست السبب الرئيسي في بلوغ ما وصل إليه. ومن الهام جدا أن يتعلق اللاعب بمهنته ومصدر رزقه وأن يذهب إلى اعتبارها الجزء الأصيل من حياته ليس مجرد وسيلة للحصول من خلالها على ما يمكن أن يكون في الكسب المالي.
الكاتب محمد الجوكر استذكر عطاء رئيس الاتحاد الآسيوي السابق محمد بن همام في عموده على صفحات الأيام البحرينية، ويرى الجوكر أن بن همام كان يستحق رئاسة الاتحاد لفترة ثالثة. نتابع. كنت في زيارة سريعة إلى الدوحة قبل يومين لحضور قرعة دورة كأس جيم لكرة القدم المخصصة للأطفال، وهي دورة تهتم بالصغار كبادرة وطنية كبيرة تستحق الإشادة. بدأت عبر المدرسة القاعدة الحقيقية لأي رياضة، وبالأخص كرة القدم التي تأخذ الاهتمام الأكبر والأوسع والأكثر انتشارا. وبالتالي قمنا بتلبية دعوة الأخ العزيز محمد بن همام الرئيس السابق للاتحاد الآسيوي مع مجموعة من الإعلاميين الرياضيين العرب، يقدر عددهم ب30 إعلاميا من مختلف الدول العربية بالأخص من مصر الحبيبة. وقد استقبلنا بن همام خير استقبال ورحب بالجميع، وتناولنا العشاء معه في منزله العامر بمنطقة الريان في أول زيارة لي لمنزله والذي بناه في بداية الثمانينيات، حيث العشق المتبادل بين بن همام وناديه الريان القطري، مدرسته الحقيقية نحو الرياضة، وصاحب التاريخ الكبير والشهير في المنطقة والذي في عهده حقق الريان الإنجازات الكروية الهائلة قبل أن يهبط لدور الدرجة الثانية مع نهاية الموسم الماضي، وهو يتصدر دوري الثانية الآن. ونحن في الإمارات نتذكر الريان جيدا، فقد لعب في دبي والشارقة في منتصف الستينيات، وأيضا استعنا منه بالمرحوم خالد بلان أحد أساطير الكرة القطرية للعب مع منتخب أبوظبي في مباراة شهيرة أمام الإسماعيلي المصري، وشهدها المغفور له الشيخ زايد طيب الله ثراه. وبالمناسبة أصغر أنجال بن همام عمره 8 سنوات يحمل اسم زايد، تقديرا لحبه ومكانته في قلبي للقائد الراحل. وقد فتح أبو جاسم قلبه للزملاء الإعلاميين، وجاء الحوار والحديث الشيق نابعا من القلب بدون رسميات في جلسة أخوية ودية وليس حديثا إعلاميا رسميا، رد فيه على كل التساؤلات التي طرحها الزملاء بالذات في الصحافة المصرية بمنتهى الذكاء والشفافية العالية التي يتمتع بها الرئيس السابق للاتحاد الآسيوي لكرة القدم. وتشرفت بتقديم إصدار الجديد له محمد بن زايد مسيرة قائد ورائد. وأشاد بن همام بالدور الذي لعبه أبو خالد في الحركة الرياضية ومساهمته لدعم الرياضة الإماراتية وبالأخص المنتخبات الوطنية التي شهدت تطورا وتقدما ملموسا. وأثنى بن همام على نتائج وأداء منتخب الإمارات في نهائيات كأس آسيا الأخيرة بأستراليا. وأخذ الحديث جانبا كبيرا حول تقدم الأمير علي بن الحسين بترشيح نفسه رسميا لمنصب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وطبقا لقوانين الفيفا على أن يحصل كل مرشح على تأييد من 5 اتحادات أعضاء بالفيفا. وكان من المفروض أن يستمر بن همام في قيادة الاتحاد الآسيوي كرئيس للاتحاد حتى الآن قبل أن تتم مؤامرة الإطاحة به. وعموما نحن على ثقة بأن ابن الصحراء يقف معه الجميع قلبا وقالبا بعد أن استطاع خلال فترة أن يحول الاتحاد القاري إلى مؤسسة مالية ضخمة تعتمد على مداخيل واستثمارات تسويقية ناجحة بكل المقاييس. وجاء شقيقه الشيخ سلمان بن إبراهيم ليكمل المسيرة، وكل ما يهمنا هو أن نتعلم ونستفيد ونعرف الصديق من العدو، فالرياضة لعبة المصالح ويتم الاعتماد عليها للأسف الشديد، فليس في الرياضة كل شيء جميل، هناك من يفسدها وينسى ضميره، واليوم نرى أن كرة القدم هي بالفعل لعبة المصالح ولعبة الضرب من تحت الحزام والتشكيك، والصورة الآن واضحة للعيان والله من وراء القصد.
افوز انا استغل الجوانب اللي تفوتني في هذه المباراه. تفوق على فرق يمكن فاقدتها بالاعداد وبالامكانات الماديه. اعتقد نقطه تحول وعمل ايجابي يحسب المجلس الاداري ويحسب لي القائمين على الفريق. رياضتنا يعني مبنيه على قواعد قويه، فاذا على بناء على هذه الظروف ما استجد اليوم ما صار المفروض انه خلال اليومين ثلاثه يخلص الدوري. اللي يتابع المباراه اليوم خاصه بالنسبه للنصر يحس انه فريق ثلاث الخطوط كلها منسجمه مع بعض البعض. نصل الآن مشاهدينا الكرام إلى قضية اليوم، ولكن قبل البدء فيها يسعدني أن أرحب بالزميل العزيز الصحفي بجريدة الشبيبة سعيد الهنداسي. أهلا وسهلا بك. أهلا فيك يا أحمد، مبارك لكم الفوز طبعا في البداية بأفضل تغطية صحفية لبطولة الخليج 22. الله يبارك فيك، وهذا التكريم والفوز هو فوز ليس للشبيبة فقط بل هي للصحافة العمانية والإعلام العماني بشكل كل تأكيد. تناولت صحيفة الوطن على صفحاتها الداخلية المواجهات المهمة التي سيخوضها ناديي السويق والسيب في افتتاح خليجي 30 للأندية، لتخرج بعنوان يقول: السويق يبدأ مشواره في مواجهة التعاون السعودي والسيب يلاقي العربي القطري، حيث يبدأ فريق نادي السويق أحد ممثلي السلطنة في بطولة كأس الأندية الخليجية مشواره بلقاء نظيره التعاون السعودي عند الساعة 8. ويأمل السويق في أن يظهر بشكل مختلف عما هو عليه الآن في دوري عمان تل للمحترفين، وفي ذات البطولة يلتقي السيب مع نظيره العربي القطري عند الساعة 6 بتوقيت السلطنة على استاد حمد الكبير بالعاصمة القطرية الدوحة. ويرغب السيب في تحقيق نتيجة إيجابية تساعده في رحلته المتبقية بالبطولة، خاصة في ظل توهج عطاءات عدد من لاعبي المؤثرين. إذن سويق واسيب والمحطة الأولى في بطولة الأندية الخليجية، نبدأ بسويق واللي تنتظر مواجهة على أرض السلطنة أمام التعاون السعودي، كيف ترى هذا اللقاء؟ يمكن أهمية اللقاء تنبع من وضعية الفريقين في البطولة الدوري في الموسم الحالي والمعاناة اللي عانوا فيها في الدور الأول. اليوم هم في خلينا نقول في معترك قاد جديد وجديد للفريقين. قد يكون السويق الأول مرة يلعب في الخليجية باعتبار كانت له بطولة أكثر من بطولة في الأسيوية. أيضا السيب في هذه البطولة بالذات الفريقين بحاجة فعلا إلى أن تكون ضربة البداية هي الانطلاقة الحقيقية لهم. يعني لاحظنا الفترة الماضية كان في حراك خاصة من جانب السويق، مجموعة من الانتدابات على المستوى المحلي وأيضا بالنسبة للاعبين الأجانب، وقبل ذلك كان موجود عبد الرزاق خير المدرب المغربي. هذه التغييرات اللي أجراها السويق كيف ممكن يعني نقرأها في هذه المباراة وفي الفترة القادمة بشكل عام؟ هو بلا شك أن الانتدابات في الفترة الماضية كانت حاضرة، سواء كان في حراسة المرمى مع الحارس اليمني محمد عياش اللي كان له دور كبير مع المنتخب اليمني في كأس الخليج، اللاعب اليمني اللاعب المغربي أيضا اللي تم انتدابه في الفترة الأخيرة، أيضا هناك اللاعب اللي كان في صحم كوفي اللي تم أيضا جلبه في الفترة الانتقالات الشتوية. لو تلاحظ اليوم أن أغلب اللاعبين عودة عبد الرحمن أيضا صالح للفترة الأخيرة، وليد السعدي اللي كان في المصنعة في الموسم الماضي، هذه أسماء كلها كان لها حضور.
اليوم الاختبار الحقيقي بيكون في المباراة الأولى. كوجه عام مجلس الإدارة والداعمين له كان لهم وقفة كبيرة في الفترة الماضية من السيد فاتك وأنجاله واللجنة الفنية أيضا اللي كان لها دور كبير في ذلك. إذا هذه العوامل كلها تساعد. اليوم فقط يبقى عملية الفريق كيف يقدر من تشكيلة الكابتن خيري مع هذه التوليفة يخرج لنا بفريق قادر على خلينا نقول أضعف الإيمان يكون التعادل الإيجابي، وإن حصل فيعتبر إيجابي. خاصة يعني التعاقدات اللي ذكرتها قبل قليل، يعني أغلب اللاعبين اللي قدموا أصحاب تجربة جيدة. نعم. وبالتالي يمكن يعني يضيفوا شيء الكثير للاعبين الشباب اللي وجدوا أنفسهم في تحدي كبير في بطولة الدوري مع انطلاقة الموسم. هم تقريبا انتدابات بتكون حاضرة ما عدا الحارس، ما لم يتم تسجيله حتى الآن، ما راح يشارك في المباراة اليوم، في المباراة القادمة قد يكون حاضر. أما بقية الأسماء هي بتكون موجودة. الفريق أيضا عناصر الشباب الموجودة في الفترة الماضية واللي فعلا اليوم قدروا أنهم يثبتوا نفسهم بشكل من ضمن أحمد خروص ومجموعة من اللاعبين الآخرين. طيب، وفي سياق ذاته سلطت صحيفة عمان الضوء على كأس الأندية الخليجية 30 التي ستنطلق اليوم، وخرجت بعنوان يقول 12 ناديا مثلت السلطنة في البطولة منذ انطلاقتها ولقب وحيد لفنجان. حيث تنطلق اليوم مباريات كأس الأندية الخليجية 30 التي سيشارك فيها 12 فريقا يمثلون الدول الخليجية. وعبر مسيرة بطولة أندية مجلس التعاون الخليجي كان الأندية العمانية حضور في جميع النسخ السابقة، وحقق فنجا كأس البطولة مرة واحدة، ويعتبر ظفار أكثر الأندية تمثيلا للسلطنة بخمس مشاركات، يليه فنجا بأربع مشاركات والنصر وصور ومسقط والنهضة في ثلاث مشاركات لكل منهم، وصحم والعروبة في مشاركتين لكل منهم، والسويق وعمان والسيب والاتحاد شارك كل منهم في نسخة واحدة. ينضم لنا الآن مشاهدينا الكرام الأستاذ عبد الله الحارثي مدير فريق الكرة بنادي السويق. مساء الخير أستاذ عبد الله. مساء النور والنور. أهلا وسهلا بك. يا ريت لو تطلعنا على استعدادات الفريق في اللقاء المنتظر في هذا المساء أمام التعاون السعودي، الجاهزية النفسية بالنسبة للاعبين، الغيابات إذا ما كان في غيابات لا قدر الله في الفريق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الفريق جاهز لمواجهة اليوم. بالنسبة للغيابات ما في غيابات في الفريق، إصابات الحمد لله جاب اللاعبين جاهزين لشارك المباراة هذه حسب الخطة المعتمدة من مدرب الفريق. بدل الاستعداد للمباراة هذه أو للبطولة ككل عامة بعد الانتهاء من أو التوقف من دوري عمان تل المحترفين بسبب مشاركة المنتخب في البطولة الآسيوية، وفي الفترة الماضية لعب الفريق مباراتين وديتين مع نادي السيد ومع نادي الخوية القطري، كذلك شارك في بطولة كأس مازدا، لعب أربع مباريات، مباراتين مع نادي المصنعة ومباراتين مع نادي الشباب من ضمن الاستعداد لهذه البطولة. الحمد لله الفريق جاهز والمعنويات اللاعبين مرتفعة. نتمنى التوفيق للفريق اليوم في أول مبارياته في أول مشاركة في البطولة الخليجية. ماذا عن الحضور الجماهيري؟ كيف متوقع الصورة في هذا المساء؟ نتكلم عن جماهير السويق والسلطنة بشكل عام طبعا. والله الأخوان في مجلس الإدارة والجمعية جماهير نادي السويق بالتعاون مع جمعية جماهير الأخوان في أندية الباطنة، في نادي طحم، في نادي صعار، بادرين جهد كبير في 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 في, في حضور الجماهير لهذه المباراة بكثافة عددية كبيرة يعني. فنتمنى حقيقة الحضور الجماهيري في المباراة، ولو أن جمهور السويق في الفترة الماضية كان غايب من العام الماضي ما مثل ما عودنا جماهير السويق. نتمنى أنه هذه المباراة يثبت أن جمهور السويق مع الفريق سواء في النتائج الإيجابية أو في النتائج السلبية. طيب، شكرا جزيلا لك الأستاذ عبد الله الحارثي، وكل التوفيق إن شاء الله للسويق في هذا المساء. إذا يعني في تنسيق على مستوى الجماهير، وربما يكون هنالك حضور جماهيري جيد في مباراة اليوم. هو دائما الحضور الجماهيري له تأثيره كعامل إيجابي للفريق. لما تلعب أول مباراة وعلى ملعبك حضور الجماهير يعطي دافع أكثر. الحراك اللي شاهدناه في الأيام القليلة الماضية من تعاون رابطات التشجيع في ولايات محافظة شمال الباطنة، هذا شيء إيجابي حقيقة ويشكروا عليه سواء كان من صحم أو من صحاب، وبالتالي والخابورة أيضا وباقي الولايات. اليوم الحضور الجماهيري صار مطلب
نتناسى الأحداث اللي صارت من تأخر في الدوري ونتائج سلبية. اليوم تمثيل على مستوى الخليج السويق لا يمثل نفسه بقدر ما هو يمثل الوطن في هذه البطولة، وبالتالي الدعم الجماهيري سواء كان من أندية الولاية أو الفرق الأخرى. لا تنسى اليوم أن أيضا يعني المباراة مفتوح للجماهير أتوقع حسب ما وصلنا في آخر الأخبار، لذلك فرصة أيضا للجماهير أن تكون حاضرة المتواجدة في مسقط لدعم الفريق ومساندته، لأن فعلا اليوم عودة السويق في تصور الشخصي تبدأ من هذه المباراة. كلام سليم. عموما احنا مشاهدينا الكرام حاولنا التواصل مع الزملاء في نادي السيب لكن للاسف يعني رفضوا ولم يشاركوا معنا في يعني للتعرف اكثر على استعدادات نادي السيب لمباراه اليوم. السيب طبعا يلاقي العربي القطري في الدوحه، كيف ترى هذه المباراه؟ انا حقيقه كنا معاهم اثناء المغادره وفي تواصل سواء كان مع الاستاذ يوسف او مع الكابتن علي الخمشي مساعد المدرب. الفريق او المدرب نفسه عماد الدين دحبور من خلال اللقاءات اللي اجريناها، الفريق بشكل عام في هناك نوع من روح من التفاؤل الموجوده. قد يكون بعض الغيابات اللي كانت في الفتره الماضيه وتم تعويضها بالايام الاخيره من خلال المشاركه في بطوله مازدا وغيرها بلا شك هي مهمه صعبه لخارج ارضك، ولكن يبقى الخروج بالتعادل من قطر مثل هذه الظروف مكسب ايجابي، واللي يمكن قالها المدرب حقيقه لنا قبل المغادره هو دائما مع النقطة ولكن أيضا يبحث عن نقطتين الآخرين، فهو يبدأ بالتعادل وبلا شك إذا حصلت الفوز فهذا شيء جيد له في المباراة. اليوم الأستاذ ناصر درويش في عمود اليوم يتطرق لمسألة أو لعامل مشترك ما بين السويق والسيب في هذا الموسم. كلا الفريقين لم يبدأ الموسم هذا بالشكل المثالي ولا يمر الفريقان بالوضعية المثالية بالنسبة لهم. كيف ترى يعني مشاركتهم القادمة المشاركة في البطولة الخليجية، هل راح تكون عبء آخر على الناديين أم أنهم أعدوا العدة جيدا لهذه البطولة وربما تكون حظوظهم يعني وافرة كما كان بالنسبة للصحم والنهضة في الموسم الماضي؟ بالنسبة للسويق الكابتن عبد الرزاق خيري حدد هدفه تحديدا هو الدوري، وقال لك أنا الدرجة الأولى لي اليوم البقاء في المنافسة على البقاء في بطولة الدوري. بطولة الخليجية بلا شك إنها راح تكون عبء على الفريق متى ما رجع من المباراة. لا تنسى اليوم إنك تلعب على خلنا نقول على موقعين، موقع خليجية وموقع محلية هنا، وبالتالي إذا لم يكن عندك البديل والبديل اللي في مستوى يستطيع أن يعمل الفارق في المباريات بلا شك أنك سيعاني. الفريقين فعلا عانوا في الدور الأول في هذا الموسم تحديدا، قد يكون لم يتوفقوا في بعض الأسماء اللي حضروها. اليوم فرصة بعودة الانتدابات الجديدة، ومثل ما قلت لك دائما تبقى الانطلاقة الأولى هي أهم نقطة وعامل، ليس فقط عامل إيجابي بقدر ما هو عامل نفسي للفريق في أنه يستطيع أن ينافس أو البقاء في الدوري. طيب ونبقى مشاهدينا الكرام مع اخبار اصفر الباطنه، حيث تابعت صحيفه عمان تصريحات مدرب النادي عبد الرزاق خيري وخرجت بعنوان فرعي على لسانه يقول مشاركتنا نتوقعها ايجابيه، حيث تمنى المدرب ان تكون المشاركه الاولى ايجابيه بالرغم من توقف الدوري لفتره طويله، واضاف هذه البطوله ليست هدفنا الاول وان الدوري هو هدفنا، لكن تبقى المشاركه مهمه للشباب لكسب خبره المباريات، ولا شك ان المهمه صعبه ولكن ليست مستحيله. سندخل المباراة وكل المباريات ونحن مستعدين بشكل جدي، حيث سنستغل الفرصة وسنؤدي مباراة جيدة ونتمنى أن نقدم أداء جيدا ومشرفا للسلطنة. وفي الجهة المقابلة خرجت صحيفة الوطن القطرية بعنوان يقول العربي يبدأ الخليجية بالسيب، وترى الصحيفة أن مقومات الفوز متوفرة لدى الفريق العرباوي، كما أشارت إلى تصريحات المدرب كارينيو الذي أكد أن فريقه يسعى لكسب نقاط السيب، وبالتالي ضرب عصفورين بحجر واحد على حد تعبيره، الأول يتعلق بنقاط اللقاء والثاني استعادة نغمة الانتصارات. لم ولن يغلق ملف خروج منتخبنا من كأس آسيا خلال الفترة القليلة القادمة على ما يبدو، وهذا ما لمسناه من صحيفة الزمن التي وقفت عند آخر الأخبار فعنوانها تقول اتحاد القدم يناقش ملف كأس آسيا والأندية تدرس خيار المرحلة المقبلة، حيث يعقد مجلس إدارة الاتحاد اجتماعا اليوم لمواصلة مناقشة ملف المشاركة في نهائيات كأس آسيا 2015،
التي تسببت في ردود فعل واسعة لدى الجمعية العمومية للعبة. ومن المقرر أن يقف المجلس مجددا على طبيعة نقاط الضعف والأخطاء التي رافقت عملية الإعداد للمنافسة وخروج المنتخب خالي الوفاض من الدور الأول للتصفيات، بما سيكون مصير المدرب بول لوغوين محل مناقشة أخرى وسط توقعات بتخفيف المدرب من ضغط الإقالة بعد أن تحدثت الأندية صراحة أنها ليست معنية بإقالة المدرب، وأن المشكلة تكمن في الأساس بالمطالبة بمراجعة ممارسات وأخطاء إدارية دعت العمومية بتصحيح مسارها والالتفات لواقع الاختلال في منظومة العمل القائمة التي قادت إلى هذه النتيجة. إذا من جديد، يعني التركيز الأكبر على الاجتماع اليوم بالنسبة لاتحاد الكرة والقرار المنتظر في مصير لوغوين، هل يبقى أم يرحل؟ هو حديث عن المنتخب لن يتوقف في الفترة الحالية حتى موعد الجمعية العمومية، سواء كان من جانب الأندية أو حتى من جانب الاتحاد. محاولة أن اليوم إيجاد بعض النقاط التي هي يمكن موضع خلاف ومحاولة إيجاد حلول لها في أسرع وقت. موضوع المدرب يمكن الآن ليس هو العنصر الرئيسي بقدر ما هو هناك بعض خلينا نقول الملاحظات من قبل الأندية على بعض القرارات أو الأعمال اللي كانت موجودة في الإدارة الاتحاد الفترة الماضية، وهذا يمكن شيء تطرق له حتى في الاجتماع التشاوري للأندية. والجمعية العمومية القادمة أعتقد اليوم أصبحت نوعا ما نشعر بأهميتها وبدورها بعد ما كان دورها يعني أقل من الوقت اللي كان لها دورها المطالبة بها بدور أفضل. طيب، من جهتها أشارت صحيفة عمان إلى حالة الترقب والحذر التي يعيشها الوسط الرياضي، فعينه على اجتماع الأندية وما سينتج عنه من قرارات، والأخرى على اجتماع اتحاد الكرة. نتابع. أودع اتحاد الكرة أمس في حسابات الأندية مبلغ 1,600,000 ريال عماني، وهي الدفعة الأولى المقررة من الدعم السنوي المخصص من قبل الاتحاد للأندية بمختلف درجاتها والبالغة 50% من إجمالي الدعم السنوي المقرر وفقا لما تم الاتفاق عليه مع الأندية قبل انطلاق الموسم الرياضي الحالي. ويهدف هذا الدعم المالي الذي يقدمه الاتحاد للأندية الأعضاء إلى تعزيز الموارد المالية للأندية ومساعدتها في الإيفاء بالتزاماتها للنهوض بنشاط كرة القدم وفقا للضوابط الجديدة الموضوعة التي تهدف إلى اللحاق بركب التطوير والاحتراف الكروي. وكان الاتحاد العماني لكرة القدم قد قرر رفع سقف الدعم الشهري لأندية دوري عمان تل للمحترفين من 3,000 ريال شهريا في الموسم الماضي إلى 5,000 ريال في الموسم الحالي، كما تم إقرار دعم جديد لأول مرة لكل من أندية الدرجة الأولى بمبلغ 1,500 ريال شهريا والدرجة الثانية بمبلغ 500 ريال شهريا اعتبارا من الموسم الرياضي الحالي. كما قامت الإدارة المالية بالاتحاد العماني لكرة القدم بتحويل مستحقات الأندية من بدلات النقل والتغذية والإعاشة نظير مشاركتها بمختلف المسابقات. واعتمد مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم مؤخرا دعما جديدا مخصصا للأندية الراغبة في إنشاء أكاديميات للبراعم بمبلغ مقداره 500 ريال عماني شهريا، سيخصص للمساهمة في تشغيل أكاديميات البراعم في كل ناد من الأندية الأعضاء. من جانب آخر، سيكون اليوم الثلاثاء يوما حافلا منذ ساعات الصباح، فالكل مترقب والكل حذر، فكل خطوة محسوبة وكل خطوة مدروسة من قبل الطرفين اتحاد الكرة والأندية في نادي السيب. هناك اجتماع استثنائي لمجلس إدارة اتحاد الكرة، وفي نادي بوشر اجتماع ممثلي الأندية، وبين شد وجذب يسعى اتحاد الكرة للوصول إلى الهدوء. في استاد السيب سيكون المحور الرئيسي لاجتماع مجلس الإدارة تقييم عمل المدرب الفرنسي بول لوغوين في اجتماع استثنائي برئاسة السيد خالد بن حمد رئيس الاتحاد، حيث سيستمع المجلس للتقرير الذي أعد من قبل اللجان المتخصصة عن مسيرة المدرب مع منتخبنا الوطني التي خاض فيها العديد من المسابقات، ومنها بطولة الخليج وتصفيات كأس العالم وتصفيات كأس آسيا ومسابقة أمم آسيا الأخيرة والتي انتهت بالخروج من الدور الأول. وسوف يقرر اتحاد الكرة مصير الجهاز الفني بعد الاستماع إلى التقرير،
فإما أن يعطى بول لوغوين الضوء الأخضر لمواصلة المشوار، وأما الوصول إلى صياغة لنهاية مشوار المدرب مع منتخبنا الوطني. وفي نادي بوشر ستتم دراسة ردود اتحاد الكرة حول الجوانب التطويرية التي أرسلتها الأندية للاتحاد، وكذلك الاستعداد لعقد الجمعية العمومية وتداعيات المرحلة الماضية، خاصة أن الأندية لم يصلها شيء عن طلبها بعقد جمعية عمومية برغم مضي أسبوع على اكتمال النصاب القانوني لطلب عقد الجمعية العمومية. فهل سيكون بول لوغوين أحد الأوراق التي سيلعب بها الاتحاد والتي من خلالها سيكسب ود بعض الأندية التي ركزت على طلب إقالة المدرب والتي رأت أن المدرب سبب الإخفاق الكروي ويجب أن يرحل، أم نشهد رؤية ثانية ويخرج بها اتحاد الكرة ونتعامل مع الواقع؟ أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. ينضم لنا الآن الأستاذ سلطان الزجالي الأمين العام لاتحاد كرة القدم. مساء الخير أستاذ سلطان. مساء الخير أخوي أحمد، يا مرحبا بك، حياك الله ومسي على الأخوة المشاهدين. أهلا وسهلا بك. يا ريت لو تطلعنا عن الدعم المقدم من الاتحاد بالأمس للأندية، وأيضا الدعم الذي من المنتظر أن يقدم للدوري أندية الدوري الدرجة الأولى والثانية، بالإضافة للأندية التي سوف تقيم أو تنشئ بعض الأكاديميات اللي راح يكون هدفها الاهتمام بالبراعم والناشئين أيضا. بالضبط أخوي أحمد، في البداية بس بغيت أوضح أن الدعم هذا جاء بناء على طلبات الأندية وأيضا تفهم مجلس إدارة الاتحاد للرقي بالكرة، وأيضا دعمهم باستيفاء التزاماتهم المادية في 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 الدوري، سواء دوري المحترفين أو الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية. طبعا المبلغ المعتمد كإجمالي هو 1,600,000 ريال عماني، وكان هذا تم اعتماده طبعا في لجنة دوري المحترفين اللي اجتماع أقيم قبل بداية الموسم حقيقة. فتم رفع دعم أندية دوري المحترفين من 3,000 ريال عماني إلى 5,000 ريال عماني، وأيضا لأول مرة طبعا بالنسبة للدرجة الأولى والدرجة الثانية اللي هو مبلغ 1,500 ريال شهريا لدوري الدرجة الأولى و500 ريال لدوري الدرجة الثانية للأندية المشاركة. فهذا ما لازم إيضاحه طبعا، وهذا المبلغ اللي تحول خلال الأيام القليلة الماضية هو بناء على الدور الأول بالنسبة للدوري، وطبعا طيب. هناك ال 50% الثانية راح يتحول بعد نهاية الموسم إن شاء الله. طيب هذا واحد. والشيء الثاني طبعا بالنسبة لمراكز البراعم، مثل ما أنتم عارفين يعني بعد قرار الجمعية العمومية الماضي انه راح تفتح الاكاديميات او مراكز البراعم هذه في الانديه بدل ما تكون هي الاتحاد يكون مسؤول عنها. فهناك دعم ايضا 500 ريال للانديه وتم وضعها من ضمن موازنة الاتحاد. طيب اذا هذه يعني كانت من ضمن مطالب الانديه التي نفذت، هل من مطالب اخرى لا زالت تنتظرها الانديه، خاصه انه كما علمنا بان الانديه تقدمت، الانديه اللي اجتمعت في الفتره الماضيه وكانت لها رؤيه معينه تقدمت بمجموعه من الطلبات للاتحاد العماني لكره القدم، هل تمت تلبيه جميع هذه الطلبات ام انه الجوانب الماليه هذه تعتبر جزء من تلك الطلبات؟ لا أخوي أحمد، شوف بالنسبة للأمور المالية هذه تم الاتفاق عليها قبل بداية الموسم أساسا. جميل. فالطلبات اللي تقدموا فيها الأندية المقدمين على أساس أن تكون هناك في جمعية عمومية غير عادية، هي بعيدة عن الأمور المالية حقيقة. طيب كيف كان تعاطيكم مع هذه الطلبات، وهل من يعني تفعيل لبعض منها في الفترة القادمة أم لا زالت محل دراسة؟ أخوي أحمد، شوف يعني هو لما تم تقديم الطلبات هنا كان في اجتماع حقيقة ما بين ممثلي الأندية اللي هم تقدموا بطلب جمعية عمومية غير عادية وتقدموا بالرسالة، وبالتالي احنا يعني في الاتحاد قمنا بدراسة هذه الطلبات وتم الرد على الطلبات هذه برسالة رسمية أيضا. تمام، وبانتظار حقيقه الانديه انه والله تعال اليوم هل احنا راضين بهذه الردود او انه هناك راح يكون في مناقشات اضافيه او مناقشات على النقاط هذه.
يعني الطلبات هذه لم يفصح عنها لا من الأندية ولا من الاتحاد، يعني ما هو الهدف من ذلك؟ والله شوف، هو كان بناء على طلب الأندية انه خلونا نعالج الموضوع في البداية، ومن ثم يتم الإفصاح عن الموضوع هذا ببيان ما بين الاتحاد وما بين الأندية المتقدمة للجمعية العمومية غير عادية. جميل جميل. عموما كل الشكر لك الأستاذ سلطان الزجالي الأمين العام لاتحاد كرة القدم، شكرا لك. جميلة. إذن يعني الحوار يبدو بأنه يسير بشكل جيد ما بين الأندية اللي طالبت بعقد جمعية عمومية طارئة، والاتحاد أيضا في حوار جيد، نتمنى إن شاء الله أن يخلص لنتائج طيبة في الأيام القادمة، وهذا ما يتمناه الجميع سواء كان من إدارات الأندية أو من الاتحاد. وخطوة أيضا تحسب للاتحاد في أن يبدأ بتنفيذ الدفعة المقدمة للأندية 50%. يعني تعرف أن معظم الأندية في الدور الأول بدأت بدون دفعة مقدمة أو الآن الحالية، وبالتالي بلا شك أنها عانت في المباريات السابقة، فهذه فرصة أيضا أنها يكون لها نوعا ما مدخل آخر في مشاركاتها القادمة سواء كان للأندية في الدوري أو اللي لها مشاركات خارجية. رأيك الآن في الدعم اللي راح يقدم لأندية دوري الدرجة الأولى والثانية بالإضافة للأندية اللي راح تنشئ بعض الأكاديميات؟ والله هي أيضا فرصة للأندية هذه في الدرجة الأولى والثانية. تعرف أن أيضا هي أي أندية تعاني مثل ما يعاني غيرها، وبالتالي هذا الدعم قد يكون فرصة لهم أيضا في أنهم يستطيعوا أن يقدموا نوعية من لاعبين للتفكير في الصعود للدوري عمانة المحترفين، لأنك الدور الثاني في مثل هذه الدرجات تكون منافسة أصعب، وبالتالي جاء في وقته وفرصة أيضا أنهم يعيدوا حساباتهم ويقدموا لنا الأفضل في الدرجة الأولى أو في الدرجة الثانية. طيب. بالنسبة للأكاديمية أنا بتأكد بس أكد عليها نقطة، أن اليوم دائما متى ما كان عندك قاعدة صحيحة فأنت في الطريق الصحيح. أتمنى الآن من الأندية، هي ليست مجرد أني أنا أخذ مبلغ وأعمل لأي أكاديمية، بقدر ما أني فعلا أستطيع أن أقدم لهذا النادي قاعدة صحيحة بدعم وبإنتاج لاعبين على مستوى عالي في هذه المراحل السنية بالذات حتى بعد سنوات أجني ثمار هذه الأكاديمية. نتمنى إن شاء الله أيضا أن يتضاعف هذا الدعم في الفترة القادمة حتى تتمكن الأندية بالقيام بدورها الجيد. إنجاز جديد استحقته الشبيبة بحصولها على المركز الأول كأفضل تغطية صحفية لبطولة خليج 22 وسط منافسة قوية مع صحف خليجية كبيرة. الشبيبة عاشت يوم أمس فرحتها المستحقة فخرجت بعنوان على صدر صفحتها الأولى: الشبيبة الأفضل في التغطية الصحفية لخليج 22. وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الإنجاز يؤكد تفوقها المهني، وتابعت تغطيتها على صفحاتها الداخلية فخرجت بعنوان آخر يقول: الإنجاز الذهبي للشبيبة في خليج الرياض بعيون المتابعين، حيث أجمع متابعو الشبيبة من شخصيات رياضية وإعلامية على الإنجاز الذي جاء بعد جهد كبير من قبل العاملين في الصحيفة من محررين وفنيين، إضافة إلى التوجيهات الإدارية التي تسعى إلى تطوير الصحيفة بشكل ملفت. إذن نبارك لكم من جديد سعيد هذا النجاح للشبيبة بشكل عام طبعا ولكل أفراد القسم الرياضي، عمل كبير والجميل أنه كلل بهذه الجائزة الكبيرة. لله الحمد، هذه يمكن من الجوائز اللي دائما تسعى لها الصحافة سواء كان في السلطنة أو خارجها في المشاركة مثل هذه المنافسات. أيضا الأخ أحمد أنت كنت حاضر معنا في الرياض، نعم. شاهدت مدى العمل اللي بذلوا جميع الإخوان حقيقة، ليس الشبيبة فقط بل جميع الإخوان الإعلاميين كان لهم دور كبير، وربما ما كنا نبحث عن الخبر بقدر ما كنا نبحث ونغوص في دقة التفاصيل لجعل المشاهد والقارئ لنا في الحدث دائما، وهذه فرصة أن نقدم التهنئة لجميع الإخوان في دار مسقط للصحافة والنشر من مدير التحية ورئيس التحية وجميع الإخوان في القسم الرياضي وجميع الأقسام حقيقة اللي كانوا معنا أول بأول خطوة خطوة من في الرياض أو هنا في مسقط، كان الجميع مثل ما تقول نعمل كروح فريق واحد، وهذا لله الحمد كلل بهذا الإنجاز. الشبيبة كانت حاضرة في مختلف المواعيد وأيضا في بطولات خليج سابقة، المشاركات الماضية ما الذي أضافت للشبيبة حتى تظهر بهذه الحلة الرائعة في خليج 22 وبالتالي تتوج بهذه الجائزة؟ شوف دائما المشاركة تبدو المشاركة يعطيك دافع
ورغبة أيضا تحقيق الأفضل. في الفترة الماضية الأخوان تحققوا مراكز متقدمة المركز الثاني في البحرين، وبالتالي هذا أعطى أيضا العاملين في المؤسسة دعم كبير للمشاركة في هذه المسابقة، أيضا محاولة الجميع في أن يقدم نفسه بشكل أفضل، الحضور المميز في جميع أيام البطولة في ساعات يمكن الليل المتأخر، لازم نبحث عن الخبر وتواصلنا معهم حتى فعلا نقدم الصورة اللي يتمناها دائما الإعلام العماني من الشبيبة ومن الصحافة العمانية. بالأمس كانت في مداخلة من الإعلامي محمد الجوكر وأشاد كثيرا بأنه يعني أغلب الصحف العمانية المتواجدة كانت بطاقم عماني بنسبة كبيرة جدا، والعمانيين أثبتوا جدارة وتفوق كبير في هذه المشاركة. لله الحمد، يمكن هذا الميزة اللي تحسب للصحافة العمانية والإعلام العماني إنه دائما بأيادي وخبرات عمانية، وبالتالي استطعنا أن نقدم الصورة الحقيقية للإعلام، خلنا نقول بروح وطنية عالية بإنسانية الإنسان العماني وبساطته، ولكن في نفس الوقت البحث عن المضمون والتميز فيه في كل مواقع التواجد فيها. وكل تحية أيضا لكل الزملاء الأعزاء والأساتذة الكرام الذين يتواجدون معنا من خارج السلطنة ويساهموا طبعا في تحقيق هذه النجاحات. نبدأ جولتنا مشاهدينا الكرام بالنسبة في الصحافة وللصحافة العربية من الراية القطرية التي أشارت إلى اشتعال سوق الانتقالات الشتوية، فعنونت تقول: نخبة من النجوم يشعلون الانتقالات الشتوية. وأشارت الصحيفة إلى سوق الانتقالات المشتعلة في فترة الشتاء في ظل سعي إدارات الأندية لاستقطاب أفضل الأسماء من الدوريات الأوروبية، فضلا عن الأسماء التي برزت في الدوريات الخليجية، وعلى رأسهم باتستا لاعب أهلي دبي للانضمام لفريق أسد. إذن فترة الانتقالات الشتوية في مختلف الدوريات لا شك أنها تشهد حراك كبير، كل أندية تسعى للتعاقد مع أفضل اللاعبين وتعويض أيضا ما فات مع انطلاقة الموسم. والنادي اللي يكون له حظ فعلا هو اللي يستطيع أن يحصل على خدمات اللاعب المتميز في ناديه، لأن من الصعب اليوم الأندية تفرط في لاعبيتها المتميزين وهم في الفترة الثانية من بطولات دوريهم، ولكن تبقى مثل هذه الانتقالات تقدم شيء من الحراك خلينا نقول الرياضي والبطولات المحلية في بعض الدوريات العربية، وبلا شك أن الدوري القطري من البطولات اللي دائما ما تستقلب مثل هذه الأسماء الكبيرة واللي تقدم إضافة كبيرة في الدوري المحلي. طيب، قلبت صحيفة الأيام البحرينية أوراق الماضي مجددا مع المدير الفني للمنتخب البحريني المقال عدنان حمد، فخرجت على لسانه بعنوان: أشعر بمرارة على أسلوب إقالتي وغادرت البحرين من دون تلقي أي اتصال. وأشار حمد إلى أنه لم يخسر مع المنتخب البحريني إلا في لقاء وحيد أمام المنتخب السعودي، وأضاف أن مساعده مرجان عيد مدرب المنتخب البحريني حاليا نصحه بعدم ضم اللاعب جيسي جون، وتفاجأ حمد بضم اللاعب للمنتخب البحريني في النهائيات الآسيوية من قبل عيد نفسه. إذن حمد عدنان حمد لا زال يشكو مرارة الخروج من تدريب المنتخب البحريني. بلا شك، لا تنسى أن بحجم قامة وخبرة الكابتن عدنان حمد في تحقيقه لبطولة كأس آسيا مع المنتخب العراقي في 2007 وتقديم المستويات سواء كان مع المنتخب الأردني أو الأندية اللي دربها، موضوع الإقالة والطريقة اللي حدثت هذه تبقى شأن داخلي للاتحاد البحريني ومدربه، ولكن المفارقة فعلا أنه هو الذي مرجان عيد هو الذي رشح او نصحه انه لا ياخذ اللاعب البحريني جوسي جون، وفي البطوله الاسيويه يلتقي جوسي جون مع المنتخب. بلا شك انها مفارقه غريبه، ولكن تبقى ربما ان المدرب راى في تلك الفتره بحاجه لخدمات هذا اللاعب للبطوله الاسيويه. طيب، اشارت الصحيفه التونسيه للاستقبال الكبير الذي حظي به منتخب نسور قرطاج رغم وداعه من بطولة نهايات أفريقيا، فعنونة تقول: أمطار من اللعنات على حياته وسيشون. وترى الصحيفة أن الجماهير التونسية برأت نجوم بلادها من مسؤولية الخسارة، فهي تعتبر أن إقصاء النسور جاء بفعل فاعل وتحديدا حكم اللقاء ورئيس الاتحاد. في الختام نترككم مشاهدينا الكرام مع رسمة كاريكاتيرية جديدة للفنان شريف عايش نشرتها صحيفة الرأي الكويتية.
إذن هكذا نكون قد وصلنا إلى الختام مشاهدينا الكرام. وفي الختام أتوجه بالشكر الجزيل للزميل العزيز سعيد الهنداسي الصحفي بجريدة الشبيبة. شكرا جزيلا. شكرا أخوي أحمد أحسن. في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل بقيادة المخرج محسن الشحري. إلى اللقاء.